مبين طولنا عليكم، بس ايش رايكم تشوفون تجهيزاتنا لجناحنا في دايتكس؟ وصلنا للمعرض ولبسنا وسائل السلامة واتجهنا للجناح اللي على فكرة تراه نفس مكاننا السنة الماضية في قاعة الشيخ سعيد. مجرد ما تدخل من البوابة جناحنا بتشوفه منور قدامك. اليوم هو اليوم الختامي للاستعدادات. عارفين ان راح تستغربون ليش اقول يوم ختامي ودايتكس توا ما بدأ، لان الاستعدادات تكتمل اليوم، وبكرة جاهزين نقدم لكم عدة خدمات فيها ذكاء اصطناعي مع خدمات ثانية، وهدفنا نسهل فيها حياة الإنسان. وهذا آخر لقاء قبل بداية المعرض، نتأكد فيه من كل التفاصيل النهائية، نتأكد من الشاشات والمحتوى، وأيضاً نوزع المهام بيننا. انتظرونا بكرة في أول يوم من أيام معرض دايتكس.